بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 138. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك. مضى لنا في الحلقة السالفة شيء مما ذكره المؤلف في باب المحرمات في النكاح لا يغني عن البداية من أول الباب، فنبدأ من هنا في قوله باب المحرمات في النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المحرمات في النكاح هي الموانع التي سبقت، الموانع من النكاح التي سبقت، وهي المذكورة في القرآن الكريم: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه واحدة. ثم ما ذكر في الآية التي بعدها: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات يعني المزوجات، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي ما استولى عليه المسلمون من نساء الكفار في الحرب، فإنهن يكن رقيقات، ولسيدها أن يطأها ويتسرى بها، لكن بشرط الاستبراء لرحمها لئلا تكون حاملا. وما ملكت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، الكتاب معناه الفرض. ثم قال جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم، غير هذه المذكورات حلال أن تبتغوا بأموالكم، إلى قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر، فلا يجوز للحر أن يتزوج بأمه إلا بشرطين: الشرط الأول أن يخاف على نفسه من الفتنة إن لم يتزوج، الشرط الثاني أن لا يجد مهر الحرة. ففي هذه الحالة يجوز أن يتزوج الحر بالأمة، لقوله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله يعني فتياتكم يعني الإماء، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ثم قال: ذلك، هذا هو الشرط، ذلك لمن خشي العنة منكم، أي خشي الفتنة والوقوع في الحرام، وأن تصبروا خيرا لكم. والشرط الأول سبق في قوله: ومن لم يستطع منكم طولا، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا يعني عن نكاح الإماء خير لكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت. هذا في القرآن: حرمت عليكم أمهاتكم، والجدة أم وإن علت، كأم
أم الأم، سواء كانت الجدة من قبل الأم أو من قبل الأب. نعم. والبنت وبنت الإبن، وتحرم البنت البنت وبنت الإبن وإن نزلت، لأنها لقوله تعالى وبناتكم، وهذا يشمل بنت الصلب وبنت الإبن وإن نزلت لأنها بنت. نعم. وبنتاهما من حلال وحرام. نعم، وبنتاهما يعني بنت البنت وبنت الإبن. نعم. وإن نزلت وإن سفلت. نعم. وكل أخت من... وبنت الإبن والبنت وبنت الإبن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت. أي بنت الإبن وبنت بنت البنت من حلال وهو النكاح الصحيح، أو من حرام كالزنا، فتحرم عليه ولو كانت من زنا، لأنها مخلوقة من ماء ولده، من ماء ابنه، مخلوقة من ماء ابنه فتحرم عليه. نعم. وكل أخت وبنتها وبنت. نعم. وتحرم الأخت، الأخت الشقيقة، والأخت لأب والأخت لأم، قوله تعالى وأخواتكم. نعم. وبنتها، وبنت الأخت، وتحرم أيضا بنت الأخت. نعم. وبنت بنتها، وبنت بنت الأخت، لأنها بنت للأخت مهما نزلت. نعم. وبنت كل أخ، وكذلك بنات الأخ، ولقوله تعالى وبنات الأخ، كل أخ يعني سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم. نعم. وبنتها، وبنتها بنت الأخ يعني بنت بنت الأخ. نعم. وبنت ابنه وبنتها، وبنت ابن الأخ وبنت بنت ابن الأخ. وإن سفلت، وإن نزلت يعني في النسب إلى أسفل. نعم. وكل عمة وخالة وإن عماتكم، تحرم كل عمة، العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم. نعم. وكل خالة، خالة شقيقة وهي أخت الأم، العمة أخت الأب أو أخت الجد، والخالة أخت الأم سواء كانت شقيقة أو كانت لأب أو كانت لأم. نعم. والملاعنة على الملاعن، ولو سواء كانت خالة الشخص أو خالة أمه أو خالة جدته فإنها حرام، لقوله وخالاتكم. نعم. والملاعنة على الملاعن، نعم، هذا من التحريم بالسبب، وهو الملاعنة إذا قذف زوجته بالزنا ولم يكن عنده شهود أربعة، إذا قذف زوجته بالزنا ولم يكن عنده شهود أربعة فهو بين أمرين، إما أن يقام عليه حد القذف، إما أن يقام عليه حد القذف، أو أن يسقط الحد باللعان، وهو أن يشهد أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي أربع شهادات إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان فرق بينهما وحرمت عليه تحريما مؤبدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. هذا هو القسم الثاني من المحرمات إلى الأبد، وهن المحرمات بالرضاع، فكل من حرمت بالنسب حرمت نظيرتها بالرضاع، فتحرم أمه من الرضاع كما تحرم أمه من النسب، وتحرم أخته من الرضاع كما تحرم أخته من النسب، وتحرم عمته من الرضاع كما تحرم عمته من النسب، وتحرم خالته من الرضاع كما تحرم خالته من النسب، وهكذا كل من حرمت بالنسب حرم نظيرتها بالرضاع، وذلك لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
هذه قاعدة عظيمة جامعة في أن كل من حرمت بالنسب حرمت نظيرتها بالرضاع. نعم. قال إلا أم أخته وأخت ابنه. يستثنى من هذه القاعدة أم أخته من الرضاع. أم أخته من الرضاع، فإذا أرضعت أخته امرأة 5 رضعات معلومات صارت أخته بنتا لهذه المرضعة، ولكنها لا تحرم على أخيها، لأخيها أن يتزوج المرضعة، لأنه لا علاقة بينه وبينها لا بنسب ولا برضاع. وأخت ابنه كذلك، إذا أرضعت ابنه مرضعة 5 رضعات صار ابنا لها من الرضاع، ولكن لا علاقة لأبي المرتضع لهذا الرضاع، فله أن يتزوج أم ابنه من الرضاع لأنها أجنبية منه. نعم. ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وكل جد. هذا بالمصاهرة، محرمات بالمصاهرة وهن 4. الأولى زوجة أبيه تحرم بالعقد بمجرد عقد النكاح عليها، فإذا عقد أبوه أو جده على امرأة فإنها تحرم عليه، قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وهذا بإجماع أهل العلم، فمن استحله فإنه يكفر. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من يقتله. نعم. وكل جد. نعم. وزوجته وكل امرأة عقد عليها جده لأنه أب، تحرم بمجرد العقد عليها. وقوله تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وذلك لقبح أن الولد يطع مع من وطئها أبوه أو جده، هذا شنيع. وساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني في الجاهلية، في الجاهلية هذا معفو عنه، لكن بعد ما جاء الإسلام إنه لا يجوز ولا يعفى عنه. نعم. وزوجة ابنه وإن نزل. نعم. ويحرم بالمصاهرة زوجة ابنه سواء كان من صلبه أو كان من أولاد أولاده، وذلك لقوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي أولادكم من النسب ومن الرضاع كذلك، قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فتحرم زوجة ابنه من النسب وزوجة ابنه من الرضاع للحديث. وقوله من أصلابكم يخرج به ولد التبني، يخرج به ولد التبني الذي كان معروفا عندهم في الجاهلية أنه يتبنى أجنبيا ويصير ابنه، فالإسلام أبطل هذا، أبطل التبني، وقال ادعوهم لآبائهم. نعم. دون بناتهن وأمهاتهن. نعم. يقول يحرم بالعقد زوجة أبيه كل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن. نعم. دون بنات من حرمت بالعقد، دون بنات زوجة أبيه أو بنات زوجة جده، فله أن يتزوج بنت زوجة أبيه، وله أن يتزوج بنت زوجة أبيه لأنها أجنبية عنه. نعم. وتحرم أم. نعم. عيد العبارة. يقول ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن. وأمهاتهن، فله أن يتزوج أم زوجة أبيه، له أن يتزوج أم زوجة أبيه.
وله أن يتزوج بنت زوجة أبيه. نعم. وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد. نعم، تحرم بالمصاهرة أيضا أم زوجته وجدتها بمجرد العقد. إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها وجدتها، وذلك لقوله وأمهات نسائكم، يعني وحرمت عليكم أمهات نسائكم. نعم. وبنتها وبنات أولادها بالدخول، وهذه هي الربيبة، تحرم عليه بنت زوجته من غيره، وبنات أولاد زوجته، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، ولكن لا بد أن يكون دخل بأمها، وذلك لقوله اللاتي دخلتم بهن، يعني وطأتموهن. نعم. فإن لم تكونوا دخلتم بهن، يعني وطأتموهن، فلا جناح عليكم. فإذا تزوج امرأة ووطئها حرمت عليه بنتها وبنات أولادها على التأبيد، وإن عقد عليها ولم يدخل بها فإنها لا تحرم عليه، بمفهوم قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن، فمفهومه أنه إذا لم يدخل بأمها فإنها لا تحرم عليه. وقوله تعالى اللاتي في حجوركم، يعني في كفالتكم، وهذا ليس له مفهوم، هذا القيد أو هذا الوصف ليس له مفهوم، فتحرم عليه وإن لم تكن في كفالته ولا في حجره إذا دخل بأمها. نعم. فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا، هذا مفهوم الشرط، مفهوم قوله بالدخول، فإذا عقد عليها وفارقها قبل الدخول، أو ماتت المرأة التي عقد عليها قبل الدخول، فلا تحرم عليه بنتها ولا بنات أولادها لعدم وجود الشرط وهو الدخول. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وتحرم إلى أمد أخت معتدته. هذا هو القسم الثاني من المحرمات في النكاح، وهو التحريم إلى أمد، يعني التحريم المؤقت الذي ليس هو مؤبدا. نعم. قال: وتحرم إلى أمد أخت معتدته. والمحرمات إلى أمد ينقسمن إلى قسمين: قسم الأول تحريم الجمع، والقسم الثاني تحريم من غير جمع. نعم. قال: وتحرم إلى أمد أخت معتدته. تحرم أخت زوجته، قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، أي وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين، حتى ولو كان طلقها فلا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تخرج المطلقة من العدة، لأنها ما دامت في العدة فربما تكون حاملا، فلا يجتمع ماؤه في رحم أختين. نعم. وأخت زوجته. نعم، من المحرمات إلى أمد. نعم. أخت معتدته وأخت زوجته. الأصل أخت زوجته، هذا هو الذي في الآية. نعم. وأخت معتدته هذا فرع عليها. نعم. وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما. نعم. ويحرم عليه الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وذلك بالسنة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا ليس في القرآن، وإنما جاءت به السنة المطهرة. نعم. فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا. إذا طلق امرأته وفرغت عدتها أبيح له أن يتزوج أختها وعمتها وخالتها لزوال المحذور،
والحكمة في منع الجمع بين الأخوات وبين المرأة وعمتها وخالتها عدم قطيعة الأرحام، وذلك لما يكون بين الضرات من الغيرة ومن البغضة والشحنة، فتزوجه بقريبة زوجته وسيلة إلى قطيعة الأرحام. نعم، فلذلك حرمت. نعم. وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. إذا تزوج الأختين أو المرأة وعمت أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها في عقد واحد، بأن قال زوجتك بنتي أو قال زوجتك أختي بلفظ واحد، بطل العقد، لأنه لا ميزة لإحداهما على الأخرى. أو بعقدين في وقت واحد، بأن قال زوجتك أختي فاطمة وأختي مريم، فقال قبلت زواج أختك فاطمة وأختك مريم مثلا، فهذا في هذا العقد ليس هو بلفظ بلفظ واحد، وإنما هو في زمان واحد فيحرمان عليه. نعم. فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. نعم، وإن تأخر عقد الأخرى، تزوج امرأة ثم بعد ذلك تزوج أختها أو عمتها أو خالتها، فالعقد المتأخر باطل والعقد الأول صحيح. سواء جاء العقد المتأخر والمرأة في عصمته، أو كانت المرأة مطلقة منه لكنها لم تخرج من العدة، فإن العقد الثاني باطل والعقد الأول صحيح. نعم، أعيد العبارة. يقول وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. نعم. فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. بطل عقد الأخرى المتأخر. نعم. وأما العقد الأول فهو صحيح. نعم. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره. نعم. من المحرمات إلى أمد المعتدة، فلا يجوز أن يتزوج امرأة وهي في عدة من طلاق من غيره، وهي في عدة من طلاق من غيره، وذلك لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم، لئلا يطأ امرأة وهي حامل من غيره فيتختلط الأنساب. نعم. والمستبرأة، وكذلك المستبرأة وهي الأمة، إذا كانت الأمة مزوجة أو كانت الأمة يتسرى بها، فإنه لا يجوز له أن يتزوجها حتى تستبرأ بحيضة، لئلا تكون حاملا بالنكاح الأول أو بالتسري، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة، وذلك ليعلم براءة رحمها من الحمل. نعم. والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. ومن المحرمات إلى أمد الزانية، فلا يجوز لأحد لمسلم أن يتزوجها إلا إذا تابت من الزنا وانقضت عدتها بشرطين. الزانية لا يجوز للمسلم أن يتزوجها إلا بشرطين: الشرط الأول أن تتوب إلى الله من الزنا وتمتنع منه امتناعا نهائيا توبة صحيحة. الشرط الثاني أن تنتهي عدتها من الزنا لئلا تكون حاملا، وذلك لقوله سبحانه وتعالى الزانية لا ينكحها
إلا زان أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نعم. ومطلقته ثلاثا حتى يطعها زوج غيره. نعم، من المحرمات إلى أمد مطلقته ثلاثا، وهي البائن البينونة الكبرى، إذا طلقها ثلاثا سواء بكلمة واحدة أو بكلمات فإنها تحرم عليه حتى تتزوج زوجا آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، وحتى يطعها الزوج الآخر فلا يكفي العقد ثم يفارقها، فإذا انتهت عدتها منه فله أن يتزوجها، إذا انتهت عدتها من الزوج الثاني فله أن يتزوجها، وذلك لقوله تعالى: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، ولا بد من وطء الثاني لها فلا يكفي العقد، وذلك لأن رجلا طلق امرأة طلاقا ثلاثا ثم تزوجت من رجل لكنه لم يدخل بها وطلقها، فجاء زوجها يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، يعني لا بد من الوطء. نعم. والمحرمة حتى تحل. من المحرمات في النكاح المحرمة، لا يجوز العقد على امرأة محرمة بعمرة أو بحج حتى تحل من إحرامها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، والنهي يقتضي الفساد، ولقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع ودواعيه، ومن أعظم دواعيه العقد. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.